فاليوم رح أورجيكم طريقة نحن كيف نقدر نحن ناخذ هاي الأغذية ولكن في معلقة طعام زيت واحدة فقط لا غير. اليوم بفقرتنا الغذائية رح أورجيكم أغذية العديد من الأطفال وكبار السن كمان بحبوها، ولكن كيف أنا بقدر أتناولها بطريقة أفضل وبطريقة صحية أكثر. العديد منا بحب البطاطا المقلية أو الأغذية اللي فيها نسب دهون عالية أو حتى النوغتس، ولكن للأسف بنخاف من محتواها أولاً بالسعرات الحرارية، من محتواها ثانياً بالدهون، وخاصة الدهون المشبعة للأشخاص اللي بتعاني من مشاكل في الكوليسترول، نسب الدهون العالية أو حتى دهون الدم المرتفعة. مش بس هيك، كمان الأطفال كتير بترغب بهاي الأغذية، عشان هيك الأم بتصير بتعاني مع طفلها إنه الطفل إما ما بيقبل يأكل أو بيركز بغذائه فقط على هاي الأغذية اللي تعتبر ضارة. وعادة نسب الضرر بتكون بتتفاوت ما بين نسب الدهون الموجودة بهاي الأغذية. السبب الرئيسي للضرر اللي بيكون موجود بهاي الأغذية إنها بتحتوي عادة على نسب دهون عالية، والدهون بتحتوي عادة على دهون مشبعة. هاي الدهون المشبعة هي اللي بتؤدي إلى زيادة الوزن عند الأطفال، واللي بتؤدي إلى زيادة في خطر الإصابة بالسمنة على عمر متقدم. ثانياً نسب عالية جداً من الكوليسترول وعادة الدهون الثلاثية، أو حتى بيكون عندهم مشاكل في الدهون المشبعة اللي بتؤدي إلى زيادة في تكدس الدهون بشرايين القلب، واللي ممكن تؤدي إلى زيادة في خطر بالإصابة بتجلطات الدموية أو حتى أمراض القلب. فاليوم رح نحكي كيف أنا بقدر أخذ هاي الأغذية ولكن بنسب دهون أقل. لحتى نبلش ونشوف شو هي الأغذية اللي نحن عادة بنحب وبنميل إنه نحن ناكلها. بتشمل هاي الأغذية أكيد النوغتس وخاصة عند الأطفال، البطاطا المقلية عند كبار السن، عند الأطفال، عند كل الفئات العمرية، البرجر وخاصة اللي بتكون مقلية، البطاطا التشيبس وللعديد من الأشخاص بحبوها وخاصة خلال ساعات المساء بنشوف إنه إحنا كتير بنتناول هاي الأغذية، الدونتس اللي ممكن إنها تكون مقلية، وطبعاً أي نوع من المقالي اللي بتكون كتير موجودة على سفرتنا اليومية وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، إن كان من السمبوسك، من الكبة، من هاي الأغذية اللي بتكون فيها نسب عالية من الزيوت. عادة اللي موجود عندي هي نسب الزيوت اللي بتكون موجودة بهاي الأغذية إذا كانت مقلية بقلي العميق، والسبب إنه رح نشوف إنه عندي نسب دهون كتير عالية ونسب زيوت كتير عالية تبتصها هاي الأغذية. فاليوم رح أورجيكم طريقة نحن كيف نقدر نحن ناخد هاي الأغذية ولكن في معلقة طعام زيت واحدة فقط لا غير. العديد من الأشخاص عندهم إما القلاية الهوائية الموجودة عندي بالبيت، أو حتى نحن بنقدر نستخدم الفرن للأشخاص اللي ما عندهم هاي المقلة الهوائية. الفوائد الغذائية مش بس إنه نحن بناخد سعرات حرارية أقل، ولكن كمان بتشمل الفوائد الغذائية إنه أنا ما بستخدم إلا معلقة واحدة من الزيت إذا اضطريت إني أستخدمها. كمان من الفوائد الغذائية إنها بتوفر على ست البيت إنه نحن ما بنضطر نستخدم نسب زيوت عالية. رابعاً الأكل بضل صحي أكثر، ما فيه نسب زيوت عالية، وبنفس الوقت بيكون في عندي أقل بالسعرات الحرارية. استخدامنا لهاي المنتجات الجديدة اللي عم بتكون موجودة بالسوق صار أساسي وضروري لكل بيت، والسبب إنه نحن عم ناخد نسب زيوت أقل مقارنة مع نسب عالية جداً من الزيوت. خلينا نبلش نحكي عن كل نوع من الأطعمة واحدة واحدة. إذا بدي أبلش أشوف النوغتس على سبيل المثال المقلي عندي هون، رح نلاحظ كمية الزيت اللي أنا استخدمتها لحتى أقلي هاي الكمية الصغيرة جداً من الدجاج أو النوغتس. عادة هدول الأغذية الأطفال بتحبها بنسب كبيرة، فبنشوف إنه في عندي نسب زيوت كتير عالية، ولكن للأسف كلها رح تضر صحة الطفل وصحة حتى كبار السن اللي عم يتناولوها. السعرات الحرارية طبعاً بتفرق بشكل كتير كبير ما بين المقلي بالقلي العميق وما بين المشوي، إما باستخدام القلاية الهوائية أو حتى باستخدام الفرن. السعرات الحرارية تقريباً عندي 1535 سعرة حرارية للأربع أشخاص اللي بيكونوا عم بياخدوا من الأغذية المقلية، ما يعادل تقريباً 100 جرام من الدهون مقابل فقط 45 جرام من الدهون للأغذية اللي بتكون مشوية. فعم نشوف إنه عندي أكثر من ثلثين أقل من نسب الدهون للمقلي بالقلي العميق مقارنة مع المشوي بالقلاية الهوائية أو حتى بالفرن. يعني إذا بدنا نقارن، كل هاي كمية الزيت رح تكون موجودة بالأغذية اللي إحنا عم نقليها مقارنة مع معلقة طعام واحدة فقط لا غير للمشوية بالقلاية الهوائية أو حتى بالفرن. ثانياً رح ننتقل للبطاطا. كلنا بنحب البطاطا بكميات كبيرة، الأطفال بحبوها، كبار السن بحبوها، ولكن المشكلة الأساسية عندي هي نسب الزيوت المرتفعة أولاً،
ثانياً عادةً لما نحن بنشتري البطاطا من المطاعم بتكون معاد استخدام الزيوت واللي أكيد بضر الصحة بشكل كتير كبير، وثالثاً والأهم إنها عادةً بتحتوي على نسب عالية جداً من النشويات. هاي النشويات لما تتعرض لدرجة حرارة عالية مثل الزيت للأسف بتتأكسد وبتؤدي إلى ظهور مواد متأكسدة عندي بالغذاء. فالأفضل إنه نحن نلجأ أكيد للقلاية الهوائية أو حتى نلجأ للفرن. فرق كتير كبير بين نسب الدهون والسعرات الحرارية. رح نشوف البطاطا المقلية العادية تقريبا بتحتوي على 780 سعرة حرارية مقارنة مع فقط 380 سعرة حرارية للمشوية، أقل من نصف السعرات الحرارية الموجودة. أما النسب الصادمة فهي للدهون، 85 جرام من الدهون للمقلية ولكن مقارنة مع 10 جرامات فقط من الدهن للمستخدمة بالقلاية الهوائية أو حتى بالفرن. يعني إذا بدي أقارن فكل هذا الزيت عم تشربوا كمية صغيرة من هاي البطاطا مقارنة مع معلقة طعام واحدة من الزيت، فتخيلوا قديش الكمية كبيرة. وأكيد هاي على فكرة الكمية شخص واحد بيأكلها، فخلينا ننتبه إنه كأني أنا عم بشرب كل هذا الزيت إذا عم باخذ هاي البطاطا المقلية بالقلي العميق. خلينا عن جد نكون واعيين أكثر لاختياراتنا الغذائية اللي عن جد بتأثر على الصحة على المدى الطويل. رح ننتقل كمان للبرجرز، العديد من الأشخاص بتحبها وخاصة إذا كانت بتحتوي على الدجاج، وعادة الدجاج بيكون مقلي بهاي الحالات، وكمان في عندي فرق كبير بالسعرات الحرارية. رح نشوف إنه الفرق بيتراوح ما بين تقريبا 1100 سعرة حرارية للمقلية مقارنة مع 700 سعرة حرارية فقط للمشوية، عم نحكي عن نصف السعرات الحرارية. طبعا هون الكمية هي لأربع أشخاص عشان هيك بنشوفها مرتفعة، ولكن خلينا كمان ننتبه إنه نسب الزيوت رح تتفاوت بشكل كتير كبير. القلي العميق رح يؤدي إلى 100 جرام من الدهن، كمان نفس الكمية اللي أنا عم بشوفها هون 100 ملي لتر من الدهن مقارنة مع 42 فقط للمشوية، فعندي فرق كتير كبير باستخدامنا للقلي العميق أو حتى للفرن أو القلاية الهوائية. تشيبس أكيد كلنا بنحبه، كلنا بنستمتع بطعم التشيبس خاصة إنه مقرمش وفيه نسب عالية جداً من الدهون اللي إحنا في بعض الحالات عن جد بنحتاجها، ولكن السعرات الحرارية والدهون هي اللي بتأيدني بشكل كتير كبير. عادة هاي الأغذية نحن بنخاف من مادة الأكريلاميد واللي هي المادة اللي بتنتج من قلي العميق للبطاطا، وخاصة مع زيادة تكرار استخدام الزيوت في هاي الحالات. هاي المادة تعتبر مسرطنة، عشان هيك يفضل إنه نحن نمتنع عن هاي المواد وخاصة التعرض الكبير إلها. طبعا مش رح تؤدي هاي المادة إلى أضرار غذائية عديدة إذا نحن عم ناخدها مرة كل فترة طويلة، ولكن بنخاف على الأطفال أجسامهم صغيرة وعن جد ممكن تتركز هاي المواد السامة بأجسامهم أولا، وثانيا إذا كانوا الأطفال بياخدوا كميات كبيرة منها. فرق كتير كبير كمان ما بين المقلية بالقلي العميق مقارنة مع الأنواع المختلفة اللي بتكون موجودة عندي من البطاطا التشيبس الصحي الموجود عندي بالسوبر ماركت، أو حتى اللي بقدر أعمله بالبيت من البطاطا الطبيعية اللي بقدر أستخدم القلاية الهوائية كمان مرة أو حتى الفرن. كمية الزيت صادمة اللي نحن بنشوفها بالتشيبس، عشان هيك عن جد خلينا نكون واعيين لكميات الدهون اللي إحنا عم نستخدمها. كميات الدهون تتراوح كتير، بتتفاوت كتير ما بين استخدامنا للقلي العميق مقارنة مع القلاية الهوائية. وإذا كمان رح نشوف السعرات الحرارية رح نلاحظ إنه في عندي 2600 سعرة حرارية للمقلي مقارنة مع 350 سعرة حرارية للمشوي، فخلينا ننتبه للنسب من الدهون، وخاصة إنه الدهون ممكن تكون 140 جرام بالمقلي مقارنة مع 70 جرام للمشوي. طبعا الحلويات كمان اللي بتضمن الدونتس او اي نوع من الحلويات اللي بتتطلب القلي العميق، كمان نحن بنقدر نستبدل هذا القلي بالشوي، وخاصه انه بقلل كثير بالسعرات الحراريه، وبنشوف انه فرق السعرات الحراريه ممكن يكون كبير لدرجه 2600 مقارنه مع 1700 فقط من السعرات الحراريه للمشوي. عم نشوف فرق كثير كبير بتغيير بسيط كثير، ومش رح يؤدي انه يعني مجهود بدني كبير، ولكن ممكن انه نحن نعمل هذا الاستبدال. 130 جرام من الدهون مقارنة مع 70 جرام فقط لا غير. وأخيراً الأغذية اللي نحن بنتناولها خلال شهر رمضان أو حتى بالأيام العادية مثل السمبوسك الكبة، كل هاي الأغذية أنا بقدر بشكل بسيط أني أستبدل القلي العميق بالشوي، وخاصة أنه نحن بنوفر سعرات حرارية كبيرة، وخاصة أنه نحن كمان بنوفر كميات أكبر من الزيت لما بنستخدم الشوي، وخاصة إذا نحن عم نعملها كل يوم. الفرق بالسعرات الحرارية بيكون ما بين 500 مقارنة مع المقلي إلى فقط 230 للمشوي، فعن جد في عندي فرق أكثر من 50% بالسعرات الحرارية، وأكيد كل هذا الزيت أنا بتخلص منه.
إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهاي المعلومات الغذائية. أنا دائماً بحب أنه نحن نشوف كميات الزيت، كميات الدهون اللي إحنا عم نستهلكها، لحتى يصير عندنا وعي أكبر عن جد عن قديش أنا بقدر أخفف من هاي الزيوت بطرق سهلة وسريعة. إحنا أفضل أنه نحن نستبدل دائماً القلي العميق اللي بيضاعف السعرات الحرارية أولاً، بزيد من المواد المتأكسدة اللي موجودة بالغذاء، بقلل من الفوائد الغذائية، وخاصة أنه بكسر العديد من الفيتامينات والمعادن لتعرضها لحرارات درجات حرارة كتير عالية. ولكن نقدر بنفس الوقت أنه نحن نستبدله بالشوي بالقلاية الهوائية اللي بتستخدم معلقة طعام واحدة فقط، أو حتى الشوي بالفرن اللي بيستخدم نسب أقل من الزيت. هيك أولاً بنوفر على صحتنا نسب كوليسترول أقل، بنوفر باستهلاكنا اليومي للزيوت، وأكيد كمان بنوفر بالسعرات الحرارية اللي ممكن تكون سبب رئيسي للبدانة بعمر متقدم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهاي المعلومات الغذائية، ونشوفكم بفقرات جديدة من التغذية ضمن برنامج دنيا يا دنيا. نهاركم سعيد.